هاو في بالك، هاو في بالك. مرحبا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وربي يسلم لكم وليداتكم ويعطي اللي ما عندوش. أما يصير إني عالم يعطيهاش ربي، وهنا فما حل قانوني وهو التبني. من غير ما ندخل في الجدل الفقهي، فأنا الإمكانية موجودة في القانون التونسي، ونلقاه في المعهد الوطني لرعاية الطفولة مذكرة تبين طريقة التبني للأطفال التابعين ليه. وهنا يحدد المعهد للمنتفعين اللي هما إما الزوجين ولا أرملة ولا حتى عزباء من ذوي السيرة الحسنة والاستعداد النفسي والقدرة الصحية والمادية على تربية الطفل، ما لطالب خدمة التبني من المعهد هذا الموجود في ولاية منوبة في واحد نهج جبران خليل جبران، ولا المقرات التابعة ليه الموجودة في عدة مناطق من تراب الجمهورية، ينجم يتصل ويقدم مطلب للتبني. وها باش نعطيكم الإجراءات. أول حاجة، مطلب ممضي من قبل اللي طالب التبني وقرينه، نسخة من عقد الزواج ولا شهادة في الزواج ولا مضمون وفاة الزوج ولا نسخة من حكم الطلاق إذا وجد عند الاقتضاء. أربع ظروف: خالصة معلوم البريد يعني متمبرين، وثائق لكل طالبي التبني هما مضمون ولادة، بطاقة عدد 3، شهادة طبية في سلامة الصحة البدنية لرعاية الطفل في إطار التبني، بطاقة خلاص يعني فيش دو بي ولا تصريح بالدخل السنوي بالنسبة للعمل الحر، نسخة من بطاقة تعريف الوطنية، وزوز صور شمسيتين. ويقع تقييم الوضعية الاجتماعية والمادية والاستعداد النفسي بالنسبة إلى طالبي التبني من قبل عون اجتماعي وأخصائي في علم النفس اللي يرتكز عليهم المطلب. وبعد إيداع الملف يتم تقييم الوضعية في غضون 3 أشهر، والتقييم الأول يكون للوضعية الاجتماعية والمادية لطالبي التبني وتقييم استعداداتهم النفسية، ويرجع التقارير الاجتماعية والنفسية خاصة. وبعد تقع دراسة الملف ومراجعته في المعهد الوطني لرعاية الطفولة في لجنة تتسمى لجنة التبني والكفالة والإيداع العائلي، وبعد نصف شهر يقع إعلام المعني بالأمر بقرار اللجنة وتسليم الطفل عند الموافقة، وهذا حسب تواجد الأطفال. وبعد تسليم الطفل يقع متابعته قبل صدور حكم التبني في 3 زيارات على أقصى تقدير، معدل زيارة في الشهر، وتكون الزيارة الأولى بعد شهر على الأقل من تاريخ إيداعه. المرحلة هذه ضرورية لطلب التبني من المحكمة، على خاطر في قانوننا التونسي ما يكون التبني صحيح كان يحكم به قاضي الناحية، وما يحكم القاضي بالتبني إلا إذا اقتنع بالوضعية المادية والصحية والنفسية لطالب التبني، وهذا في غضون 4 أشهر بعد إيداع الطفل، والأجل هذا يمكن تجاوزه إذا طلبت وضعية الطفل متابعة أكثر. القانون التونسي راعي في المسألة الكل مصلحة الطفل قبل كل شيء، باش يضمن له ظروف طيبة للعيش الكريم والتنشئة السليمة، العملية نبيلة، واللي ناوي يتبنى يزمو يفكر على خاطر مستقبل صغير ماهيش لعبة. وما بقالي كان أرجوكم نهار مبروك كقلوبكم يا أهل الخير، وإن شاء الله نهاركم خير وفي أمان الله. هاو في بالك، هاو في بالك.